أحلى الأماسي مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من الوطنية الآن. أكيد نتابعوكم وتابعونا على الوطنية الأولى. نتلقاو في موعد الخميس 30 جوان 2022. مرحبا بكم، هات نشوفوا مع بعضنا مختلف فقرات دليل البرنامج لهذا المساء. بعد شوية باش نتحدثوا على نهائيات البطولة الوطنية لرياضة التايكوندو، وحاضر معنا سي الحبيب الجلاسي نائب رئيس جامعة التايكوندو. مساء الخير ومرحبا بك سي الحبيب. نتعرفوا من بعد على اخر النتائج وقادم المواعيد بالنسبه لجماعه التايكوندو. كذلك في الموعد الثاني والنقطه الثانيه لهذا المساء باش نتحدثوا على المعهد العالي لفنون الملتي ميديا اللي يحتفل بمرور 20 سنه على احداثه وعلى انشائه. حاضر معنا بعد حين سي اسكندر بالحاج مدير المعهد العالي لفنون الملتي ميديا، وكذلك مدام ايمان بن صالح المسؤولة على تنظيم هذه التظاهرة، خاصة أنه كذلك باش تتدخل معنا عبر تقنية ستريمينغ زميلتنا أنيسة الحجري مباشرة من قرية المؤسسات الناشئة لستارت اب. في الجزء الثاني من هذا اللقاء باش نتوقفوا عند الندوة الصحفية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وباش يلتحق بنا للحديث حول هذا الموضوع كل ما الأستاذة فاطمة بن عبد الله الكراي وحضرة العميد خليفة الشيباني في الساعة الثانية من لقانا باش نتحدثوا عن إعلان الدستور الجديد. نعرفوا اللي اليوم 30 جوان هو موعد الإعلان وعن الدستور الجديد والكشف عن أسرار هذا الدستور الجديد. باش يكون حاضر معنا الأستاذ إبراهيم بودربالة أكيد عن هيئة إحداث هذا الدستور، عن الهيئة الاقتصادية. هات نتعرفوا مع بعضنا على أجواء هذه البطولات، بطولات الأصاغر وبطولات الأكابر والأواسط لرياضة التايكوندو، في التقرير التالي مع زميلتنا أنيسة الحجري. بمشاركة أكثر من 1150 لاعبا ولاعبة، احتضنت مؤخرا القاعة الرياضية المتعددة الاختصاصات برادس نهائيات البطولة الوطنية للتايكوندو في صنفي الأواسط والأكابر. نهائيات أشرفت الجامعة على فعالياتها، حيث سجلت مشاركة 166 جمعية في صنف الأكابر و208 جمعية في صنف الأواسط. وبلغ عدد اللاعبين المتأهلين إلى النهائي في صنف الأكابر 504 رياضيين، ينقسمون بين 261 في صنف الذكور و243 في صنف الإناث. أما عدد اللاعبين في صنف الأواسط فقد فاق 657 رياضياً، ينقسمون بين 337 في صنف الذكور و320 في صنف الإناث موزعين على جميع الأوزان. مسابقات متعددة سجلت تتويجات كبيرة للاعبين، تتويجات طالت أكثر من 50 رياضياً من كافة المجموعات. يذكر أن رياضة التايكوندو أهدت إلى تونس ميداليتين أولمبيتين، حيث تحصل اللاعب أسامة الوسلاتي من خلال العبري البرازيلية على ميدالية برونزية، كما فاز خليل الجندوبي بالميدالية الفضية في اليابان العام الماضي. كما توجت هذه الرياضة بعديد الميداليات العالمية والإفريقية والعربية. مشاهدينا فعلا مرحبا بكم، حبيت نرحب بالأستاذة فاطمة بن عبد الله الكراي. أهلا بك أستاذة. أهلا بك. مرحبا. ملتزمة معناها اللي خاف نجي. لا لا، اللي يقولوه بالنسبة لعمري وبالنسبة لوضعيتي كهو نطبقوا نتفهموا وإن شاء الله ربي يقدر خير. أستاذنا سي خليفة الشيباني حضرة العميد، كيف الحال؟ كل شيء بالبركة. يبارك بالبنوت. يا عايش. بالمناسبة هذه ونوجه تحياتي للناشحين الكل. يا عايش. وبالمناسبة زاد هذه بالله نتوجه بتعزية لزميلنا وأخونا زهير الجيس أثر وفاة الوالد نتاعو. الله أكبر. رحمة الله عليهم. أصدق التعازي زميلنا زهير الجيس. ربي إن شاء الله يرزقكم الصبر وسلوان ورحمة الله عليه. ربي يرحم والده اللي هو معناها الحمد لله اللي خلط عليه على كل حال. أما في حالة زهير رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته
أصدق تعزي زميلنا زهير الجيس. إذن كنا منذ حين رحبنا بسي لحبيب جلاسي نائب رئيس جامعة التايكواندو وتقرير زميلتنا أنيسة الحاج قللنا أجواء هذه البطولات معناها الأصاغر يومي 18 و19 جوان وبالنسبة للأكابر والأواسط 25 و26 جوان موسم حافل هو ما شاء الله السنة وتبارك الله إقبال أكثر فأكثر على رياضة التايكواندو هكا ولا سي لحبيب؟ شكرا لك مدام يساف مشكور على الدعوة تلفز الوطنية كالعادة تواكب نشاط الجامعة التونسية للتايكواندو وخاصة الرياضات الفردية معناها اللي موجودة في تونس اللي تستحق أكثر ما يمكن بطبيعة تسليط الأضواء بين فينة وأخرى باعتبار سبور هذايا يجيب في ميداليات ثم تتويجات حتى على مستوى العالم مستوى الأولمبي لكن التغطية الإعلامية تبقى في الحالات الكل صراحة معناها منقوصة لذا هذيك علاش شكرت التلفزة الوطنية لأنها في كل مرة ما تثبت ويثبت رجالها ونسائها حضورهم الميداني سواء في النقل المباشر خاطر حضروا معنا 25 و26 أو في استدعاء أعضاء مكتب الجامعي في معناها حصص متميزة كما حصل تعليم. دمتم متألقين نشيطين ودمنا في الموعد. دونك احنا كنا إن شاء الله نخدموا في حاجة بركة نخدموا في درب تونس نخدموا في علم تونس ما حاشناش بحاجة أخرى. المكتب الجامعي هذا عنده أوبجيكتيف واحد اللي 2022 حتى 2024 البوديوم انترناسيونال لازم يكون في تونس. احنا حكينا قبل ديجا كنت اتذكر من النساف جينا حكينا قبل عنا شبان اللي هم معناها عندهم مستقبل واعد ومستقبل كبير برشا في رياضة التايكواندو مشينا حتى البطولة الدولية درنيرمون كنا في الجران بري متاع روما اللي جبنا فيها ميدالية فضية الخليل جندوبي اللي هو بطل أولمبي قبل في راس القطوسي ما أسعفوش الحظ كان كنا نجم نجيبوا ميدالية مخير ميدالية فضية في اليابان في اليابان هذيك ميدالية أولمبية في الجران بري متاع روما اللي الجران بري احنا جنرالمون عندنا أكثر من 15 سنة ما خديناش ميدالية جبنا ميدالية فضية دونك بالنسبه لل معناها اللاعبين عندنا دي زاتليت خارقين العاده وعندهم بوتنسيال كبير بالنسبه للرياضه هذه اللي ينقص هو بطبيعه شوي اعلام شوي دعم مادي واستشهار وغيره باش تمشي الامور معناها كيما انك نشيط على مستوى استقطاب المستشارين لدعم الجامعه صحيح فما مشوا معاك فما ايمان فما ايمان موجود موجود احنا نمنوا برشا بالشركات الوطنيه اللي هي فعلا مؤسسات وطنيه ما تبلوش على الربحيه فقط وانما تبعت معناها الشباب وتنشئ هذوما الصغار تتلهى بيهم وتمد يد المساعده وعندهم زاد رونتابيليتي ميدياتيك على خاطر المستشهر يهمه في الاخر بالكل هو ما شنو مش يربح معناها من الكومبيتيسيون لفات ليماج تبدا موجوده عنده الاشهار يتعدى العباد تخزر للوجو تشدوا معناها في معناها في مخاخهم دونك ديجا ثم كوميرسياليزاسيون دي لوجو دونك موجود معناها خلينا نذكروا احنا قديش من منتسب 45,000 عندنا 45,000 اللي هما رسميا عندهم معنا اجازات موجوده على مستوى الجامعة التونسية هذو من 45,000 اذا نحطوا معاهم عائلتهم دونك فوا دو فوا تروا دونك تشوف النمبر جلوبال الباج فيسبوك نتاع الجامعه التونسيه للتايكوندو فيها 45,000 السنه في البطوله الوطنيه استعملنا لاول مره المنصه الرقميه اللي هي تعطي النتائج فوريا ومن بعد تعطي النتائج نتاع الفرق والجمعيات في اخر النهائيات وتتويج اللي هي معناها التكنولوجيا هذه موجوده في العالم معناها الجراند بري نتاع روما 2022 خدم بنفس التكنولوجيا لاول مره نستعملوا 10 ابسيطه معناها دي ستابي موجودين يعني قبل نمبر دوي معناها دو تروا تابي دو موجودين لاول مره معناها الحكام نوصلوا 72 حكم في اليوم اللي ما صارتش ثم 1000 معناها اتليت في النهار معناها ديجا ما صارتش في تاريخ التايكواندو كل في تونس عندنا 750 معناها بالنسبه للاصاغر والوسطيات وحوالي 1033 بالنسبه للاكابر الاواسط العدد هذا في حد ذاته ثم خدمه وراه كبيره نتاع مدربين خدمه نتاع جمعيات نتاع نوادي اللي موجوده سواء في تونس ولا في جنوب تونس ولا في شمالها ولا في غربها المناطق الكل نتاع الجمهوريه معناها حاسين اللي السبور هذا ينجم يجيب نتائج وينجم معناها نوصلوا به معناها في بوديوم انترناسيونال دونك معناها من هنا زاد نوجه تحية شكر وتقدير للجهات الكل الداخلية اللي رغم المصاعب ورغم مشقة التنقل ورغم المصاريف معناها ساعات خطر سبورت تايكواندو يتطلب في بعض الحالات مصاريف أخرى ماهوش سبيدري باش يلعب بيه كورة وغيره ثم معناها ماتريال نتاع تايكواندو معناها غالي شوية بارابور الماتريال نتاع أي رياضة أخرى لكن رغم هذا الأولياء وحتى المدربين ثم مدربين يوصل يدفع من جيبه باش ياخذ ماتريال إلكتروني معناها خلينا نقول قلت الماتريال شنو ولا المستلزمات تاع رياضة التايكواندو غير اللبس نتاعها البلاستروم ديجا الأصدر الواقي هذاك الواقي نتاع القدمين معناها تطورنا احنا الأقل أي هو نتاع القدمين فقط تجهيزا يعني 300 دينار معناها الشوسات الالكترونيك توصل 300 دينار
سبادري معناها اللي بيشرى بيه في التابي يوصل معناها 60 70 يورو دونك فوا 3 وشوي فهم دونك نتاع 200 300 دينار وشوفوا شوف باش نجم توفر دونك بالقليل اللي هو موجود بتضافر الجهود نتاع الناس الكل مع بعضهم اولياء ومدربين وجمعيات خاطر حتى الاولياء ما نكذبش عليك مدام نصاف ولات عندهم رؤيه معناها مستقبليه في اولادهم يشوف اللي هذاك معناها مستقبل تاع بطل لان رياضه التايكوندو ماهيش رياضه عنف هي رياضه ذكاء هي رياضه ساقبل كل شيء وهي رياضه ذكاء معناها تنجم تعمل تحقق نتائج باهره ولكن ما تنجمش معناها في الاخر بكل تتطلب برشا امكانيات لا مش صحيح امكانيات تنجم بالقليل وتوصل تعمل معناها نتائج ممتازه لكن ثم استمراريه وثم تاثير عام اذا ثم استمراريه من غير عضلات مفتوله ومن غير انت شوف ابطال العالم الكل اللي هم بنيتهم الجسديه مش البنيه الجسديه هي ثم بنيه جسديه معينه تحكم في التايكوندو اللي هو مثلا الطول طول معناه خارق العاده سيتام بونيس بالنسبه للاتليت باش ينجم يكون ساكي طوال واحد دونك سيتام بونيس افيك سوبليس افيك بوكو تشوز اخرين بالخدمه نجم توصل اما هو لعبه نتاع ذكاء وحتى القوانين الرياضيه تو اللي جات ولات جديده وطبقت معنا في روما في 2022 هي قوانين ماشيه في اتجاه الابتعاد عن العنف والانتصار بالذكاء من خلال مشاركاتكم في المناسبات الدولية هذية والحقيقة وروما بعد 15 سنة غياب وميدالية في الموعد وكل إلى أي مدى تحسوا جاهزية أبنائنا اللي خوض معناها مواعيد أولمبية خاصة مواعيد رياضية كبرى بكل تواضع وبدون أي مركب غرور عندنا بطل موجود ونسميه اللي هو فراس القطوسي اللي هو في الوزن نتاعو معناها احسن من 80 لاعب موجودين على مستوى العالم وهذايا بشهاده معناها الفنيين في الاردن وفي المغرب اللي مشاو معنا لروما الكل يعرفوه فراس القطوسي معناها لاعب ممتاز ومن طراز رفيع خدام ميداليه ذهبيه وديجا في دوره السويد والرانكينج نتاعو قادم باذن الله والرانكينج في العالم في الكيروغي معناها في الكومبا ثاني دونك انسان معناه مش بطل اكثر من بطل احنا نذكروا عنا وسام الوسلاتي في العاب ريو البرازيليه وخليل خليل جندوبي في اليابان تو فراس قطوسي معناها هز ميداليه ذهبيه في دوره السويد الرانكينج نتاعو الترتيب العالمي هو الثاني وحاليا مشارك في دوره نتاعنا الدوليه معناها تبع البحر المتوسط اللي موجوده تو في وهران وان شاء الله ننتظروا منه معنا نتائج باهره ما تستلزمش اللعبة هذه قال لك عضلات وقوة بقدر ما تستلزم ذكاء هي العضلات والقوة راي ما عمرها تنفع في حد شيء راي تعاون بركة معناها فتري نحكي كلها لهنا تتعدى لهنا لا أنا باش نسألك على الألعاب الأولمبية باريس 2024 خاطر يظهر لي هذيك هي الهامة في هامين الآخرين أما في التالي هذوما الكل نخدموا عليهم باش نوصلوا للوحدة هذه شنو هو البلان معناها بالنسبة للأولمبياد تاع باريس 2024 أيوه احنا هو البلان بالنسبه لنا احنا 2024 سي تريز امبورطونس خلي في خاطر الالعاب معنا في فرنسا وغيره وميديا ودول الكل حاضرين ان شاء الله تو بالنسبه للتربصات اللي صارت الفريق القومي المشاركات هذه كمشاركه نتاع الجزائر اللي في وهران ثم زاد الالعاب الافريقيه اللي باش تصير معنا في شهر في 12 جويليا 2022 معنا بروشين مون ديجا باش نشاركوا فيها ان شاء الله دونك هذوما الكل تربصات والمشاركات الكلهم في اتجاه الحصول على ميداليه ذهبيه وفضيه في الالعاب نتاع فرنسا ان شاء الله ربي يوفقنا عندنا خليل جندوب مازال عنده الكثير والكثير معناه في جرابه باش نجم نجيبوا معناه ميداليات في وزنه هو بيان سور 63 كيلوغرام وعلى فراس القطوسي زاد في وزن 80 كيلوغرام عندنا زاد حتى على المستوى الاناث زاد عندنا بطلات وموجودين انا كان نعطيك رقم مدام نساء بالنسبه للاوسط اللي شاركوا في النهائي فقط 337 ذكور وعندنا 320 اناث معناها تلاحظ اللي تقريبا ماشيين فرد خط مع بعضهم الزوز ماهيش رياضه رجاليه بحته بالعكس النساء والفتيات بداوا يدخلوا الرياضه هذه في الاكابر عندنا 261 ذكور 243 اناث هن قادمات مكتسحات دونك كي تشوف معناها انت جرون فيزيون معناها للسبور هذايا في تونس ما تلاحظش اللي هو منفرد كان على الرجال فقط قاعدين يعني بالتوازي معناها رياضه مستقبل النساء والرجال بنات وشبان معناها رياضه مست الناس الكل ماهيش رياضه حكا كان على العنف في تتويجات أولمبية نسائية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بحضور بالمستشارين إن شاء الله اللي يعاونوا في الجامعة بداوا باش يعاونوا إن شاء الله معناها نجموا نعملوا الرياضات الفردية قاعدة
شكرا انصاف. انا نتبع معناها خاصه رياضه التايكواندو اللي هي كانت وصلت في الثمانينات وفي التسعينات موضه كبيره معناها تكتسح العالم تكتسح تونس ايضا. ولكن انا وقت اللي سي جلاسي يتكلم توا كنت انا نستعرض في خريطه تونس معناتها تستلزم تستوجب الذكاء وشويه من الطول كيف ما قال ولكن مش بنيه هكا اللي والامكانيات الامكانيات هذه تو نحكيوا فيها. انا نفكر في الوليدات اللي موجودين في تونس في الجنوب في ما قالك تجهيزاتها غاليه راه علاش انا باش نجي للنقطه الثانيه. النقطه الاولى نرى فما توجه للجودو اكثر نفكر في الرياضات القتاليه بيبينيير بما ان هي رياضه جاذبه ماهيش طارده رياضه يحبوها الشبان ويقبلوا عليها الاطفال خاصه واناثا وذكورا. اليوم كيفاش التجهيزات ولا اللي هي غاليه كيف ما قال لك انا باعتقادي اني الدوله التونسيه في اطار شراكات معينه بين الخاص والعام معامل مثلا شركات اللي هما يعملوا شويه سبونسور بالنسبه للانديه هذوما وبالنسبه للابطال ممكن انا نقول اللي نجموا معناها من يكونوا اكزونوري معناها يكونوا معفيين من اداءات وينجموا يظهر لي نتلهاو بوليداتنا وبناتنا فاك البقايا هذوكم والاحياء خاصه خلينا ناخذوا اكتساح لاشياء اخرى ربما اللي ما نحبوهاش. اي بالحق سي الحبيب جلاسي حبيت نعرف الخارطه نتاع توزيع النوادي نتاع التايكواندو جماعه رياضه التايكواندو في تونس على كامل تراب الجمهوريه في كل الولايات في كل المناطق كيفاش التوسع نتاعكم؟ كيفاش يتوجد النادي معناها؟ لا النادي راه هو نادي خاص معناها ماهيش الجامعه هي اللي تخلق النوادي. اي معناها انهم الولايات المدن الاقاليم اللي اكثر اللي نبشرك به معناها بالنسبه للولايات الجمهوريه كل عندنا اذا ما ثماش جمعيه ثم نادي. اذا ما ثماش نادي راه ثم جمعيه. معناها تقريبا نغطيو كامل تراب الجمهوريه بالنسبه لحتى الاجازات وغيره كلها موجوده. نحكي بوجهه نظر قانونيه تحت انظاركم على خاطر قوس اذا تسمح خليفه احنا ماهيش وهم كنا نعرفوا اللي بعض الجمعيات في المجال هذا كانت تحت ربما تاثير انتصاب فوضى تيارات معينه انتصاب فوضى ويتم توضيح حاجات اخرى. الرياضات القتاليه هذيك علاش عملت معناها طريق بسيط قلت لك معناها قانونيا تحكي خاطر واقعي كلامك باش يهزنا برشا حاجات اخرين برشا تفاصيل القاعات الخاصه القاعات الرياضيه الخاصه لحظه بركني علاقتها بالجامعه لحظه بركي خلينا نجاوب على النقطه نتاع التغطيه القانونيه ساعه للجمعيات ومن بعد نجيو بالنسبه للتغطيه القانونيه قانونا هو كل نشاط نتاع تايكواندو في تونس راهو بالضروره وبالقانون يخضع للجامعه التونسيه للتايكواندو. ثم محاولات اخرى موجوده وضح لنا باش للاوليه يقول له ولده راني ماشي نتدرب في كذا ولا يبدا يعرف ولده وين ماشي ما ينجمش يعرف الاوليه على خاطر هو التلميذ ولا اللاعب الصغير باش يمشي يترين في نادي، النادي موجود في حومته الناس الكل تعرف لا على مستوى كبير تنظيم التظاهرات اللي تقص فيه مدام فاطمه ثم تظاهرات موازيه حاولت تصير في تونس ولكن المكتب الجامعي وقف سد مانع في هذه الانشطه ومازلنا باش نوقف سد مانع لهذه الانشطه اللي يعطيك صح اللي هي غير قانونية وغير معترف به في تونس. تايكواندو ثم جامعة التايكواندو تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة نقطة ونرجع للصدر. بالنسبة لسؤالك سي خليفة متعلق بالنوادي، النوادي الكرياسيون تاعهم هي كرياسيون بريفي دونك أي واحد عنده حزام أسود فما فوق نجم يمشي يعمل ماتريكول فيسكال ويحل معناها القاعة نتاعه وغيره. معناها المراقبة احنا ما نجموش نراقبوه على مستوى كل يوم شو يعمل شو ما يعملش ماهيش خدمه الجامعه. نراقبوه من بعد على مستوى الليزاتليات اللي باش يجيبهم، التظاهرات اللي يشارك فيهم، معناها اختياراته وين مشى مع الجامعه ولا مشى مع الموازي. كان مشى مع الجامعه بالطبيعه يخدم في اطار القانون ما عندوش مشكل، اما اذا لاحظنا انخراط اي نادي او جمعيه في نوادي اخرى موازيه ولا تظاهرات اخرى موازيه غير معترف بها من سلطه اشراف وقتها عندنا مجلس تاديب وعندنا مكتب جامعي اللي هو معناها موجود. خلينا نوضحوا شويه الحكايه للمتفرجي. تفضل عميد. انا ماشي هز وليد القاعه من القاعات باش نعرفها انا هذه معتمده من طرف الجامعه وامورها منظمه ولا منتصبه فوضوي. انت كيفاش نعرفها؟ تطلب الاجازه نتاع المدرب وتطلب الترخيص بتاع القاعة أكثر ولا أقل.
انت ماك انت مش مسجلين عندكم انا مسجلين كيف تقول عشان ما نقطعش قاعد لا لا النوادي موجودين مش عطيك 3000 نادي في تونس اي معناها احنا نجمش سي الحبيب نجم تسهل بينا نعرفوا احنا علاش انتم ما تحاولوش تعملوا لابيل ولا تعملوا معنا اي قاعه يبدا مكتوب عليه ورقم الاجازه نتاع المدرب اللي هو لازم يكون متحصل على حزام اسود ومعنى انه هذا معتمد من القاعه وكيف كيف تدخل على صفحه الجامعه نلقاو الاسماء والعناوين احنا قدش كون 1000 نادي 3000 نادي نجم نحطوهم احنا بلاتفورم تذكر حكينا عليها قبل البلاتفورم نتاع الجامعه موجوده تحدثنا عليها ttf.org ولا توا احنا في طور الميزاجور نتاعها ثم بوكو دانفورماسيون ثم فلو كامل دانفورماسيون باش يتحط احنا برقم الاجازه فقط كي تحط رقم الاجازه ثم ايدونتيفيو موجود تخرج لك التاريخ نتاع اللاعب نعطيك ما اكثر من هكا مدام نساب انت كي تحط المعرف نتاع اللاعب ينجم يخرجك في كيكي وان اللي هي في كوريا معناها خاطر ما نجمش يكون عنده حزام اسود في تونس وهو مش ماخذه في الكيكي وان من ربع المستاهل التراسابيليتي موجوده معترف بدولين معترف الرقم هذاك يبقى معاه حياته كامله نفس الرقم حتى في لي باساج دو غراد كي باش يتعدى من حزام الى حزام يبقى عنده نفس ايدونتيفيون دونك انت كيفاش تنجم تخرج لفرنسا ولا لبلجيكا ولا اي بلاد في العالم وعندك معناها الاجازه نتاعك كيفاش باش يعرف هو الفيزا في نتاعك في الانترناسيونال اللي انت معناها مسجل جوست الرقم هذاك كي يحطوا على الداتاباز نتاع كيكي وان يخرج له عادي جدا ما عندوش حتى مشكل تحب نعطيك هذا رقم من المشاركات ورينا بطاقتك ها نعطيك بطاقتي انا لا لا فلكوا لا ما يصيرش علاش فرصه ما عندناش مشكل هذه معناها في الاتحاد الدولي للتايكوندو معناها ايدونتيفيو نفس المعرف هذاك موجود في العالم الكل دونك ما تنجمش تكون تمارس في رياضه وانت ما عندكش الاجازه هذه اباه تعرفنا عليك شكرا تعرفنا على المعرف سي الحبيب لا جيس باش نوضح الرؤيه للنشاط الموازي خاطر نسال سؤال مهم سي خليفه وانا وانا عارف ثم خلفيات اخرى باش نحكيو عليها في خدمه اخرى يحبوا يقلبوا البلاد يحبوا يعملوا العم يحبوا يمارسوا الرياضه يحبوا يضيعوا الشباب هذا هو اللي نحبوا احنا باش نحصلوا كل بالنسبه للتظاهرات المستقبليه ان شاء الله رزنامه مشاركات يعني وتحذيرات للحقيقه العديد من المواعيد الرياضية القريبة يعني من آخر الصيف للخريف احنا حاليا طبعا الدوره الصعب بالنسبه لنا احنا هي المشاركه نتاع المنتخب الوطني في البحر الابيض العاب البحر الابيض المتوسط اللي هي في وهران دونك عندنا دوز اتليت اخرين ما نجموش يشاركوا باعتبار ثم امتحان بكالوريا واللي نتمنى لهم زاد من هنا النجاح اللي هما خليل جندوبي ومعه معناها بنيه اخرى باش يعديوا البكالوريا لكن فما استياء كبير صار فما عبادك اللي يقول لك احنا جاهزين ومن بعد تسحبونا كل فما اللي يحبوا يشاركوا ما والله نعطيك الدورات تنحكيك على المشاركة بالنسبة للحالي الحالي الألعاب البحر المتوسط اللي هي في وهران عنا بعد البطولة إفريقيا في رواندا نهار 12 جويلية وعنا الاستعداد مشاركة في بطولة العالم بسوفيا ببلغاريا نتاع الأواسط من 2/7/2022 وعنا الأصاغر من 28/31 جويلية بالنسبة للي يشارك ولا ما يشاركش احنا النهائيات هذه مدام صاف معناها خدمة كلها بالإلكترونيك 71 حكم في النهار مش تفدليك معناها 71 حكم احنا اونتر بارانتيز عندنا ثاني افضل حكم في العالم حكينا عليه قبل ديجا موجود واللي هو تقدم وترشح معناها منصب مدير فني بالجامعه التونسيه للتايكوندو وخذا الاداره الفنيه دونك كي يبدا هو مدير فني وهو ثاني افضل حكم في العالم ما تصورش معناها حتى في لي كومبيتيسيون باش تصير مشاكل ولا هذايا ربح ولكن خسروه ما فماش تما فيزيبيليتي توتال مع الماتريال الالكترونيك اللي هو وحده يماركي معناها ماكش مستحق بشر باش يماركي لك كي تحط ساق لهنا ولا هنا يماركي لك وحده دونك سيستم الكترونيك وحده والليكرون الكبيره اللي معلقه الشاشه العملاقه اللي موجوده توريك شنو هو معناها لي بوان نتاعو واش عنده وموجود في الليكرون في الافيشاج معناها كي تشوف راهي عباره كوبي كونفورم تعملت على الجران بري تاع روما جراند بري نتاع روما خاطر ماخذه سمعه ما اكثر امكانيات ماديه ما اكثر تغطيه اعلاميه ما اكثر معناها جبري اخر لكن احنا بامكانياتنا بامكانيات التوانسه بامكانياتنا مع التعاون مع المؤسسات التونسيه البحته اللي نزيد نعاود نشكرهم معناها على مرأة ومسمع من الجميع اللي هما معناها قبلوا باش يدعموا التظاهره هذه لانك باش تكري استاد رادس في نهارين مو شوي ثم تكلفه نتاع حكام ثم تكلفه معناها نتاع نقل ثم تكلفه نتاع اشهار ثم تكلفه نتاع مدربين هذا الكل معنا تكاليف كبيرة لكن بالإمكانيات اللي موجودة عند الجامعة بتضافر الجهود مع بعض المؤسسات ومن هنا وما هناك معناها الحمد لله عملنا نهارين اللي هم معناها من أروع ما يكون في تونس ليماج اللي كنت عادي فيها تو بتقرير مدام أنيس الحجري
أنا صراحة كرياضي تابع التايكواندو سابقا وغيره أفتخر عندما أرى هذه الصورة، صورة جميلة، إخراج جميل، معدات جميلة، معنى الحضور كان ممتاز. شنو نحب أكثر من هكا؟ اللي يبقى لنا هو التتويج، واللي إحنا إن شاء الله حول الله معناها باش نكونوا في بطولة العالم الموجودين. التعاون الدولي إذا تسمح، هي الرياضة هذه محسوبة على على كوريا، كوريا الجنوبية. اسمها بسم الله عليك، كوريا الشرقية معناها كوريا وغيرها وغيرها. كوريا المجال التعاون. والله مجال التعاون طبعا أنا مدام فاطمة كأس ديجا كوريا كل عام ينتظم في تونس، معناها وسفارة كوريا دعم في الجامعة التونسية وتحضر معناها حتى على مستوى ساعات السفير بتاع كوريا حضر حتى على مستوى معناها الدورة هذه وهو اللي سلم الكاس. دونك مازلنا المكتب الجديد هذا الجامعة عنده 4 أشهر معناها 5 أشهر من اللي تم معناها انتخابه، عندنا خدمة كبيرة مازلت تستنى فينا. دونك إن شاء الله بالتعاون مع الجهات المعنية خاصة مع سفارة كوريا اللي احنا ننتظر منها الكثير، لكن ثم قنوات نتاع تواصل، ثم تعاون ودعم كبير، ثم قنوات نتاع تواصل مدام نصاف. احنا أولاد الإدارة التونسية دونك نعرفوا معناها ما نجمش احنا الجامعة تمشي مباشرة للسفارة وغيره، ثم معناها تقاليد وبروتوكولات لازم تصير نحترموها. بعد ان شاء الله ثم كان الخير. ثم نقطه هي معناها تثار وتو في وهران قاعد الرفاه، هالمشكله نتاع تزامن امتحانات البكالوريا وقت اللي بطل يمشي ما نجحش ويحضر وطلعت الريزلتات كذا، راهو التظاهرات كلها تصير في الصيف وكلها تجي في معناها انا نهم المو ثم تصور على مستوى الوزاره، بس زاد ما نقعدوش نقربوا ليلة صلى الله نلقى واحد ما تعداش تاثر على خاطر نحكي كلها مورال. لا وخاصه حسب ما يشاع انه شعبه الرياضه اذا بدو لي ستضمحل بعد سنتين، معناها ثم حاجات يعني علاقه بالمشروع هذا كامل نتاع المشروع في مرافقتهم في دراستهم. بالفعل احنا ان شاء الله بالنسبه للعام الجاي 2023 خاطر وزنا الرياضيه خلطنا عليها، احنا المكتب الجامعي عنده 4 أشهر من تم انتخابه، صحيح ثم تزامن قريب خاصه في امتحانات البكالوريا حتى النوفيه ديجا موجود. دونك ان شاء الله الرزنامه نتاع العام الجاي باش تكون بعيده شوي معناها بشهر على الاقل بالنسبه للنوفيام وشهر بالنسبه للبكالوريا. بون التظاهرات الدوليه ما تنجمش تحكم فيهم، تو انا كيما عندي العاب بحر المتوسط في وهران وعندي معناها اتليت اللي هو ود البكالوريا شو باش تعمل له؟ دونك هو باش يختار مستقبله قبل كل شيء. نجموا نستانسوا بتجارب دول اخرى، ما نتصورش كان دولها المتوسطيه الكل اللي جات هذه كلها عندها امتحانات، كلها عندها امتحانات. احنا لا نحكي لك لكن عاملين برنامج هما للنخبه هذه ولا الناس اللي موجوده دو تيل فاسون، خاطر الحكايه كي يدخل لك انت في كومبيتيسيون اما ما مشاش ولا النتيجه كانت سلبيه حتى كان هو في التوب راهو باش تاثر عليه معنا. اكيد وحنا ديجا ونحكي على الجامعات الكل معناها ننظر نظره كامله. ياسير احنا مش نحكي على التايكوندو هنا برك، مش نحكي على التايكوندو، التايكوندو والجيدو وغيره معناها ديما التظاهرات لازمها تكون على مستوى وطني تكون بعيده على الامتحانات الوطنيه، لان الامتحانات الوطنيه غير مسقطه معلمه بالمسبق. صحيح دونك من المسبق تعرف انت وقتاش عندك امتحان بكالوريا وقتاش عندك امتحان نوفيام، دونك ما ثماش علاش ما نجموش نعملوا ديكالاج بشهر ولا غيره. معناها ان شاء الله العام الجاي تكون الكالندري خير وممتاز وتستجيب لجميع الطلبات. نختم معاك بسؤال للاولياء اللي ابنائهم عندهم طاقه عندهم حركيه عندهم محبه للتايكوندو المحبه للرياضات القتاليه، كيفاش ينجموا ابنائهم يلحقوهم؟ شنو هو النوادي اللي يلزمها يتوفر في النادي باش يعطي فيه الثقه ويعطيه ابنائه باش يدربوه؟ هي الثقة معناها بالنسبة للمناطق عادة المدرب يكون معروف في المنطقة، خاطر الرياضة هذه معناها معروف في البلاصة الفلانية فلان معروف يدرب في التايكوندو، معناها فهمتني ثم زوز ثلاثة مش حاجة كبيرة برشا، معناها 20 صالة عنده في كل منطقة باش ينجم يتعب في الاختيار. دونك نشوف على مستوى محلي وإقليمي دونك ثم الخيار يبدا سهل عند الولي. على مستوى الإقليم تونس الكبرى حاليا عندنا الأكاديمية اللي هي تعملت السنة أكاديمية فيدرالية معناها نتاع الصغار اللي هما من 6 سنين ل 14 سنة واللي يشرف عليها اللي هو الجرو ماستر الهرابي اللي عنده حزام 8 دان معناها بعد حزام الأسود، كان في كوريا ديرنيرمون وشرف الراية التونسية والراية العربية والإفريقية بحضوره على الحزام هذا اللي هو من أعلى الدرجات معناها على مستوى العالم، هو المشرف عليها واللي هو أعطى إشارة الانطلاق نتاعها مع أعضاء مكتب الجامعة رئيس الجامعة والتأطير لحد الآن مع الاستاذ الهرابي. دونك الاكاديمي فين هذه الاكاديمي يمشي لحي الشباب بيبينير معناها اي بيبينير تاع 5 سنين 6 سنين حتى لا المنزه هاي حي الشباب حي الشباب حي الشباب حي الرياضي القاعه نتاع التايكوندو هو الحي الرياضي في قاعه التايكوندو قاعه جيدو كذا قاعه التايكوندو ينجم يشوف على الباج نتاع معناها الجامعه البلانينغ نتاع الاكاديمي ويجيب ولده غراتويتمون زاد يترينا ما عندوش مشكل
يجي ترينا الولي جيش باش يهز ويجيبوا فقط. والتأطير معناها ما اكثرش من جرون ماستير عبد الجليل الهرابي اللي هو معناه حزام اسود درجه ثامنه في العالم، معناه اكثر من هكا ما تصورش. ان شاء الله كل التوفيق للجامعه الوطنيه لرياضه التايكواندو ولكل المنتسبين لها، بالتوفيق في كل المواعيد الرياضيه القريبه والقادمه، وان شاء الله ترجع بحذانا للحديث عن كل هذا ديما. مرحبا برياضه التايكواندو في البلاتو نتاع الوطنيه الان. شكرا لك. تحيه وكتوفكم انت تحياتك اخرى سي خليل، انت تحياتك اخرى. حيوك بالتحيات الكل، نحييك حتى حييه ونحييكم بالتحيه. اذا جزيل الشكر على حضوركم معنا سي الحبيب جلاسي. نمر الى الموضوع الثاني في لقائنا هذا المساء. المعهد العالي لفنون الملتيميديا لزام يحتفل ب 20 سنه مرت على انشائه واحداثه. أنيسة الحاج. عشرون سنة هي سن الرشد للبعض والسن الانطلاقي في مساعي تحقيق الذات للبعض الآخر. أما عندما تبلغ مؤسسة في التعليم العالي هذه السن فإن ذلك يدل على أن المسار التعليمي وصل إلى مراحل إنجاز ما هو مطلوب منها. المؤسسة التي نتحدث عنها اليوم هي المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة، الذي انطلق في التدريس منذ عشريتين وكان ذلك في مقره القديم بالشرقية. ولأجل هذه الاحتفالية قام المشرفون على المعهد بإعداد تظاهرة متميزة على مدار يوم أمس، تم خلالها توزيع الجوائز على أحسن مشروع تخرج للطلبة، وكذلك تقديم الجوائز للطلبة المتميزين في كامل مراحل التدريس والشعب التي تهتم بكل ما هو ملتيميديا وسمعي بصري. الاحتفالية تضمنت تكريماً لمؤسسي المعهد من إداريين وأساتذة ومتقاعدين من المؤسسة، كما تم تكريم المديرين الحاليين، كما شهدت ساحة المعهد إحياء حفل موسيقي تخليداً لاحتفال معهد الملتيميديا بعشرين سنة على تأسيس هذا الصرح الذي تخرجت منه عديد الأسماء اللامعة فيما يدين السيناريو والتصوير والمونتاج والإخراج. ليلة نتقابلوا في الليل. يوم قالت لي زين الزين الليلة نتلاقوا في العين. ما نشربوا العين في الإزاب. أهلا بك سي اسكندر بالحاج مدير المعهد العالي لفنون الملتيميديا، مرحبا وكل عام وانتم حيين بخير. 20 سنة تمر. كذلك مرحبا بمدام إيمان بن صالح المسؤولة عن تنظيم هذه التظاهرة. أجواء حلوة هكا ولا هات نشوفوا تاريخيه هذا المعهد. 20 سنه تمر، اكيد تخرجوا منه الكثير من الكفاءات اللي غذات سوق الشغل الوطنيه، هكا ولا اكزاكتومون. يعطيكم الصحه على الاستضافه اول حاجه، ولا سيما في ميداننا. اكزاكتومون معناها هذا حاجه معناها تشرفنا ونحن لهنا، معناها اتاحت الفرصه باش نعرفوا بالمعهد نتاعنا اكثر ونعطيه اشعاع معناها اونكور اون فوا. المعهد العالي فنون الملتيميديا هي مؤسسه تنتمي لجامعه منوبه، تاسست سنه 2000. تعملوا الرمارك توا ونحن عملنا ديكلاج بعامين في كوفيد باش عملنا الحفله نتاعنا الفنتيم نتاعنا. دونك التكوين نتاعها هو فيه خاصيه كبيره وراه فريد من نوعه نتاعو، معناها على اساس انه التكوين يشمل اعلاميه ملتي ميديا سمعي بصري وسينما، يعني هذوما اربع اختصاصات. المعهد متكون من ثلاثه يعني اقسام، القسم الإعلامية اللي فيه اجازات يعني في لي نوفيل تكنولوجي من بيك داتا من لومباركي الانفورماتيك ملتي ميديا، كيف كيف فما معناها من بعد الطالب ينجم يكمل في الدراسه نتاعو في الماجستيرات وفي في السيكل انجينيور مفتوحه، يعني معناها الابواب مفتوحه عنا. بنفس الشيء بالنسبه للقسم الملتي ميديا، يعني هذا لاسبي اكثر ارتستيك فيه والفوا معناها عنده دوبل كاسكيت، يخدم لاسبي تكنيك معناها انفورماتيك، فما معناها اسبي انفورماتيك ديغيغ. كيف كيف المجال مفتوح للماجستيرات. ونجيو للديبارتمون سينما اوديو فيزيوال اللي هو فيه اربع اختصاصات، يعني المونتاج والاوديو يعني الصون والرياليزاسيون اي دونك
رياليزاسيون اوديو اخراج اكزاكتومون. دونك هذايا حوصله يعني على التكوين اللي نوفروه. بالنسبه للمجالات بتاتخ نعطيك شويه معناها دي انفورماسيون بارابور للتظاهرات اللي العيد عيدكم يعطيكم الصحه. يعني المؤسسه نحن اولادنا هم اللي قايمين بها، يعني طلبه فريمون هم اللي يعطيوك اشعاع، يشاركوا في تظاهرات على الشير ناسيونال انترناسيونال، ديما كلاسي بارمي لي 3 بروميير وديما فما دي بري يجيبونا. ما نعطيكش مثل ما عندي معناها الهستوريك نجم نوفرهولك. توا تقريبا خاطر توا معلم امتداد عقدين يعني 20 سنه، معناها تقريبا في المشهد السمعي البصري في تونس تلافز واللي كذا باش تحكي قلت يقول لك انا واللزام كونش معناها بعض المعاهد معناها يتعدوا على اصابع اليد الواحده اللي هما في الخاص يعني في الخواص بالضبط هكا ولا بالضبط. والباقي انتم التعليم لزام ولات هي قوام قاطرة المشهد السمعي البصري في تونس في التم حيث التكوين بالضبط. معناها يعني نأتي على ذكر المثال، نحن نعرف مسلسل الحرقة مثلا أي؟ اللي سي الأسعد الوسلاتي هو متخرج من لزام مثلا أي؟ هو المخرج وبرشا أمثلة معناها نجم نجم نعطيكم معناها بارمي حتى في التلفزة التونسية ولا مخبيلك كل عسلامة كلها من لي تكنيسيان كلها بختوت برك الله 20 سنة ولا أكثر توا معناها فريمون هذا المنتوج نتاع المؤسسة راضين على الـ يعني خلينا نقول المناهج التعليمية، راضين على مستوى شهادات نتاع لزام، أم تحبوا تزيدوا مزيد من التطوير أكثر أكثر توفير الحقيقة مجالات تدريب أكبر؟ هو في الحقيقة رو نحن ما نجموش نقعدوا ببروغرام نقول محلة المؤسسة ولا أشاك فوا معناها فما ديما إعادة تأهيل البرامج وهذا بالتشاور مع المؤسسات معناها دون فاسون جينيرال معناها يعطيونا الروتور بارابور مثلا للطلبه اللي يعملوا ليستاج بارابور معناها اللي يخدموا يعطيونا معناها شنو الرؤيه نتاعهم والتصورات باش نحسنوا البرامج. ديما نعتمدوا على معناها الاسبي هذا سي امبورطون خاطر باش من بعد انت الطالب كي يخرج فما يتخرج فما يتخرج معناها يلقى روحه حاضر سوق الشغل وهذا معناها حاجه معناها تري امبورطونت. وحاجه اخرى ثانيه نحن بيتيتغ بارمي لي بروميير انستوري معناها اون فورماسيون في الجيمينغ، فعملنا يعني تكوين خاص مش خاص معناها ايتاتيك بيان سور تكوين في لي جو فيديو في الالعاب يعني في برمجه سيبلي يعني. اي سيبلي وهذا بالبناء المشترك مع مؤسسات يعني عندنا حوالي 20 مؤسسه اللي نحن عملنا معها دي بارتنيريا عندهم تشغيليه في عندهم تشغيل زكاه باش نقول لك 90% من المتخرجين نحن ناخذوا اون فانتينر اون بروموسيون نتاع 20 طالب ويبداو سيليكسيوني من البروميير اني اللي قراو فيها ترون كومان. بعد هذوكم ال 20 يقعدوا ديما ستاج معناها يقراو اون الترنونس بالبناء المشترك سيتي اجازه هي مجعوله للبناء المشترك في برمجه الالعاب الفيديو وعندنا إجازة أخرى الأفلام 3D يعني في الأسبي هذا هذوما كل يبدأوا برسك ضامنين بلايسهم في سوق الشغل خاطر فيو لونجاجمون اللي تعطي المؤسسات اكثر من المونتاج واكثر ممكن لا هذوكم اوتوماتيكمون يلقاو معناها حتى هما سوق الشغل خاطر خارج البلاد خاطر فريمون سي تري سوليسيتي معناها مطلوبين ياسر معناها تو سكي السينما والاوديو فيزيوال مشوار يعني ممتد للزام اكيد ولزام هي المزود خلينا نقول الاول لسوق الشغل في مستوى السينما والصوره والمولتي ميديا كل هذا. على ذلك فما احتفاليه كبيره فما اجواء كبيره واليوم قالت لي زين الزين هكا سيدتي الكريمه مدام ايمان بن صالح حضرتك المسؤوله على التنظيم حبيت نحييك ومن بعد ناخذ زميلتنا انيسه الحجري اللي هي موجوده توا في قريه لي ستارت اب المؤسسات الناشئه نعملوا تحيه معكم بعد شو لانيسه تفضل. عايشكم شكرا على الدعوه وشكرا على دعمكم لمؤسستنا هذه الاستضافه الثانيه وشكرا على دعمكم للجامعه العموميه اكيد كمؤسسه عموميه نحن في الموعد داكوغ. الوغ هي معناتها كان احتفال البارح كان تتويج الخدمه نتاع فريق عمل متكون من 10 زملاء جامعيين زوز اداريين وفريق من طلبه كبير نحب نحييهم تحيه خاصه 3 كلوب بارتنير اللي هما
les clubs de la vie associative, les AM Feria Yes. Donc les trois clubs sont robotique, club robotique ISA, club Oranda et club Inactus, et des étudiants indépendants. Donc, khidma nta 4 mois. ما اكتفينيش بنهار نهار اللي شفتوه الاحتفال، ما اكتفينيش بالاحتفال، عملنا برشا حاجات اون مارج دو لانيفيرسير. استغلينا الفرصه عملنا تظاهرات اون مارج دو لانيفيرسير، كانوا دي وركشوب مع دي بارتنير بروفيسيونيل، دي تيمونياج دي زانسيان ايتوديون، باش خذينا لو فيدباك نتاعهم بعد الركول. عنا دي زانسيان برا وفي تونس عطاونا الفيدباك نتاعهم على الفورماسيون نتاعنا. وعملنا زادة برشا معناتها استغلينا لو ريزو دي زونسيان هذايا باش صححنا امضينا شراكات مع دي بارتنير بروفيسيونيل. فوالا. أنيسة الحجري مباشرة من قرية المؤسسات الناشئة لستارت اب، مساء الخير. أهلا وسهلا أنيسة. احنا نسمعوا فيك. نسمع في برشا الضجيج بحذاك. أنيسة تسمع فينا؟ مرحبا صاف، مرحبا بيك، مرحبا بجميع مشاهدي قناة الوطنية الأولى، برنامج الوطنية الآن. كل عادة في مواكبتنا الأهم الأحداث اللي قاعدة تصير في بلادنا، اليوم قلنا باش نشوفوا افتتاح الحاجة يعني نستناو فيها في تونس الحقيقه، خاصه الشباب، وحاجه مفيده برشا هي ستارت اب فيلاج، قريه المشاريع الناشئه. اليوم الافتتاح الرسمي نتاعها بعد 10 شهور سامحني تحذيرات. الافتتاح اليوم حفل الافتتاح هي الحقيقه مصباح بدا يوم الحفله، الاحتفال يعني شويه اخر يبدا بحضور رؤساء عامين ومديرين، رؤساء عامين البنوك، مديرين الشركات ومؤسسات، بعض الإعلاميين أصحاب الشركات الناشئة، وممثلين عن وزارة التكنولوجيا الاتصال. حدث كبير الحقيقة، لذلك نحن هوني باش نواكبوا الأحداث نتاعو، وأكثر تفاصيل باش يكون معنا سي إيهاب البيجي، هو مدير عام المشروع ستارت اب فيلاج، اللي باش يوضح لنا أكثر ويعطينا أكثر تفاصيل على ليفينمون هذايا. سي إيهاب عسلامة. عسلامة، مرحبا بكم. يعيشك. شرفتونا على الوطنية بحذنا في يفضلك يفضلك يا سيدي. سيدي تحكي لنا، تعطينا فكرة على الافتتاح اليوم. والله اليوم الافتتاح نتاع ستارت اب فيلاج، اللي هي ستارت اب فيلاج قرية الشركات الناشئة. الفكرة نتاعو معناتها كيما نقولوا من الأول كانت فكرة انكور كينج سبيس، مي حبينا نعملوا حاجة أكبر شوية. جينا شركات هنا كيما معناتها شركات في الديجيتال والتكنولوجيا، ومعنا ام ميديا اللي هو اكسبرس اف ام. جينا لهنا تحولنا المقر نتاع كيما نقولوا مقر الشركات نتاعنا، جينا لهنا خذينا 40% من مساحه حسب تقريبا 2500 متر في قلب العاصمه، في قلب تونس، اللي هو يسمى الايموبل اللي عمله المهندس المعماري التونسي كليمون كاكو سعدي اسمه، في بحث استاد المنزه اللي يسمى في بعيد علينا مقر التلفزه، قريب المقر التلفزه الوطنيه. وجينا خذينا كيما قلنا ايتاج كامل هذا كل فيها 2500 متر، وعملنا في فضاء ابتكار في شركات. الهدف انه الناس الكل تحكي مع بعضها، الهدف تتعاون، النتوركينج حاجه مهمه برشا في التوسكي ستارت ابس. كيف كيف اليوم عندنا فضاءات، عملنا ديسال اللي هما ديزاين ثينكينج دو برين ستورمينج، معناتها عملنا كل شيء كيما سبيس ازو سيرفيس، معناتها فما حاجه على طراز الانوفاسيون العالميه، باش كيما نقولوا اللي مش موجود الحق هذا في تونس، موجود هو موجود اما بالطريقه هذه مش موجود، اللي هو فما معناتها كوركينج سبيس، في شركات، في ميديا، فيه مهندسين. نعم الابداع هو الحقيقه. وكما قلت في الابداع هو الحق، الابداع جاء من عند الحرفيين اللي هم عملوا الحرفيين اللي هم عملوا معناتها الفضاء هذا واللي خدموا عليه، وخدمه نتاع كما نقولوا فريق عمل كبير. وهذا اللي قاعدين نشاهدوا فيه الحقيقه، والفضاء اللي كان يحكي عليه سي ايهاب نحن الموجودين فيه توا انصافا. هذا هو اسمه ستارت اب فيلاج في تونس، ونحبوا ان شاء الله نكبروا حتى العالم. اقبال اصحاب المشاريع الناشئه كيفاش كان؟ كيفاش كان التعامل معاهم؟ الشركات الناشئه هي الحق، نحن تونس اقتصاديا لازم نعملوا عليهم الشركات الناشئه، على خاطر فهم الابتكار، فهم كما نقولوا الفاليو اجوتي موجوده غادي. حاب نبسط الحاجه، اليوم راهو المهندس التونسي ولا اللي يخرج من التعليم العالي في تونس عنده الشهاده نتاعو تخول له باش يخدم في العالم الكل، تخليه يخدم بالحق على الطراز العالمي، هذه حاجه باهيه. اما نقول خساره اللي قاعد يخرج لبرا
قاري تونس يخرج لبرا ماهوش قاعد ينجم كما نقولوا يفيد البلاد. يفيد البلاد كما الفكره ان نحبوا العباد تقعد في تونس تبتكر تخلق شركات ناشئه وتولي تبيع لبرا الاكسبور اترافير لي ستارت اب. لكن نحبوا ننجحوا اليوم في الاقتصاد في تونس يلزمنا نعملوا على هذا الشركات الناشئه على خاطر هما اللي باش يخولونا بالحق. كما نعطيك زومبل صغير ما هو صحيح راهو الزيت كنا قبل نبيعوا الزيت الخام لبرا خساره ما فيش ربح كبير مي توا بالشركات فما التوانسه قاعدين نداو يسوقوا فيه معلب الزيت اللي تسوق معلب يكون بالحق ماذا فيه فاليو غاجوتي يكون خير ياسر من اللي تبيع كذا. كيف كيف المهندس التونسي اليوم لازم يخرج في ستارت اب ما عادش يخرج كيخدم لبرا باش يدخل فلوس ويرجع كاو. دونك هذا بتتر هدف من الاهداف باش ندعموا شركات الناشئه في المشروع ستارت اب فيلاج. يعطيكم الصحه فكره باهيه برشا سي ايهاب نتمنيوكم كان توفيق ان شاء الله. شكرا لكم اللي جيتوا مرحبا بكم. انصاف باش نحكيو اكثر تفاصيل على نهار اليوم هو نهار مهم جدا الحقيقه بور لي ستارت اب. معنا قمر صحنون هي مديره الفضاء هذا باش تحكي لنا اكثر على الافتتاح. عسلامة مرحبا بكم. الفضاء هذي أكثر حاجة باش نحكيكم على البرنامج نتاع الافتتاح نتاعنا. اليوم استقبلنا شركات الناشئة الكل في الصباح كان عملنا اون معناتها بورت اوفيرت لجميع الشركات الناشئة الطلبة الأقبال مصباح كان مصباح الأقبال كان وتوا عنا كلمة الافتتاح بعد شوية مع 8 عنا كلمة الافتتاح وزيدا بورت اوفيرت محلولة للشركات اللي يتفرجوا فينا توا يتفرجوا فينا مرحبا بكم. ستارت اب فيلاج هو بروجي فيه ثلاثة شركات من الإعلام من الجيستيون دو كاليتي معنا زيدا راديو زيدا نوفروا للعموم فضاءات دي سال دو ريونيون دي سال دو فورماسيون عندنا زيدا معنا 8 8 ستارت اب موجودين هوني دونك يعني اللي يستحقوا البعث الشاب يلقاه موجود في القريه. عندنا هوني عندنا دي اكسبيرتيز دو ديفيرون دومين موجودين هوني عندنا لي سباس لي سال دو ريونيون كيما شفتوا هوني فما لي تيراس فما ان اوبن سبيس باش يجمو يخدموا فيه وعندنا دي بيرو بريفي واللي نوفروه زيد هوني عندنا حتى لي سيرفيس كاترينغ تو مدام امنا زيد تحكي لكم من بعد على هو فضاء يعني في برشا حاجات خاصه الحقيقه ما نلقاوش في فضاءات اخرى. اي هو سيتان الحقيقه معناتها سيتان بروجي يونيك خاطر يلم 300 شخص من عديد الاختصاصات وديما محلول للجميع جميع الافر مع اون ترافاي دون لوبن انوفيشن معناتها موافقين نقمر ان شاء الله موافقين. مادام جينا هوني انصاف قلنا عليه ما نشوفوش باعثين المشاريع نشوفوا رايهم نشوفوا قيمه هالقريه هذه باش تعاونهم وتساعدوا في مشاريعهم. على ذيك معنا امنه مقديش هي باعثه شركه ناشئه. امنه عسلامه. عسلامه. تحكي لنا فيسع على مشروعك. مشروع بعثنا مع بعضنا في الفضاء هذايا بعثنا المشروع في الفضاء هذا مع ميديانات وكاليبرو واكسبريس اف ام اللي هما ساعدكم هالفضاء. الفضاء هذا ساعدنا على خاطر اول حاجه احنا اللي خلقنا ان سنتر دو فورماسيون لي جون المتخرجين من المدارس نتاع الطبخ دونك سنتر دو فورماسيون هذيا ناطروه فيهم ونكملوا لهم حاجات اللي ما تعلموهمش في لي زيكول مثلا كيفاش يحسبوا الكلفه نتاع الاكله كيفاش يعملوا اون ريفليكسيون اوفر كومبليت يعني اضافه هوني هذه الاضافه نحكيوا عليها هوني اضافه وباش نعملوا الاضافه هذيا احنا لازمنا دي فينانسمون ولي فينانسمون ما نجمو نجيبوهم كما نكونوا في فضاء كما هذا في برشا عباد يجيو يفطروا يعطيونا دي فون باش يعاونونا باش يكون عندنا فون دغولمون ياثرونا او نيفو دو لونتربرونيا يعرفوا بينا فيسع على خاطر ديما عندنا هوني بحكم المؤسسات هذايا قديمه وعندهم علاقات دونك ساهل احنا زاده اللي نحن باش نبنيو العلاقات وخاصة يأطرونا معناها أهم حاجة. إمنا الشباب يتفرج فينا توا باش تنصحوا شنو الكلمة اللي تقولها له؟ الشباب أنا ننصحوا أول حاجة بحكم أني نامن ياسر بالطبخ وبالريستوراسيون وكل نقولوا هذوما اليوم مهن فيهم أفق كبيرة ياسر في تونس والبرا دونك لازمهم يمنوا بهم
ويراو فيهم مستقبلهم، هذه الحاجة الأولى. والحاجة الثانية كشركات ناشئة راو ما تتعبوش ما تفدوش، ديما الأول صعيب، الخطوة الأولى صعيبة، العام الأول صعيب، ما الفايدة تلقاو شكون يعاونكم، شكون يقف معاكم، شكون يأطركم، وهذا هي الأوبجيكتيف متاع ديزيسباس كيما هكا ولا ديزانكوباتور ولا ديفون دانفستيسمون. يعيشك أمنا، ميرسي أمنا. أمنا مكديش باعت شركة ناشئة، بالتوفيق للشباب الكل، بالتوفيق للناس الكل، إن شاء الله هالقرية هذه تكون مفيدة للأولاد. إنصاف نقطة الخارجية اليوم انتهيت، لك الكلمة. شكرا لك نيسا، يعطيك الصحة، أجواء كبيرة. نحيو سيهاب الباجي، نحيو كل هذه المبادرات من أجل إحداث مشاريع، من أجل مد اليد المساعدة للشباب، ونحن في بلاد ترزح تحت طائلة البطالة، الحقيقة وطأة البطالة، نسخل 16%، نسخل 18% بطالة، المهم أكثر من 4 أشخاص في كل عائلة قاعدين يقاسيوا من البطالة. إذن في كل على كل 100 شخص فعلا. حبيت نرجع معك مدام إيمان، لأنه عملت برشة تكريمات، عجبتني التكريم والاعتراف بالجميل والعرفان قداش يأثر في الناس اللي مرت وكانت من جيل التأسيس، سواء من حيث الدراسة، سواء من حيث التدريس والتأطير، لأنه مش سهل أنك تكون في تأسيس مشروع تعليمي كامل في البلاد. صحيح صحيح، هو كان هدف من أهداف التظاهرة هذه هو تكريم بالفرنسي باش نقولها لزام سورون اوماج ا ال ميم. دونك كرمنا العديد من الاساتذه والاداريين والطلبه. كان تكريم الكلاسيكي هو لي لوغيا المتفوقين في كل شعبه، انجب النجباء، اي النجباء في كل شعبه في كل المستويات. وكان عندنا تكريم اخر جديد اللي هي النسخه الاولى من مسابقة جديدة اللي أطلقناها بمناسبة العيد ميلاد العشرين، هي اسمها إزام إينوف بروجيكت 1.0. النسخة هذه معناتها موضوعها هو تقييم الجانب التجديدي في الابتكار. الابتكار لينوفاسيون. الابتكار هو التجديد. سي ايفالوي لاسبي انوفون في مشاريع التخرج بالنسبه للاقسام النهائيه. دونك معناها تشجيع فيها على الاجتهاد باش ما تعبدش الطلبه يكروا انفسهم. نحبوا نطلعوا في المستوى نتاع لي بي اف او لي بروجي نتاعهم، ما يكونوش دي بي اف او كلاسيك، معناتها جوست مشروع تخرج مشاريع عادي. يكون مشروع تخرج فيه جانب ابتكار وتجديد. وخصص شكون فاجئوكم، شكون اللي تحصوا، شكون تميزوا في مثل هذه المشاركات نتاع الابتكار والتجديد؟ الحقيقه الاغلبيه معناتها نتاع المترشحين تميزوا كل واحد في مجاله. عملنا ان جوري متنوع في 3 انكوباتور بوبليك اللي هما لابي تحت اشراف ابي، هي وكاله النهوض بالصناعه والتجديد تحت اشراف وزاره الصناعه، وتيك دي سي اللي انكوباتور بوبليك اخر تحت اشراف وزاره الثقافه، ولا تكنوبول نتاع منوبه اللي هي انكوباتور ريجيونال. وثلاثه اساتذه، ثلاثه جامعيين في الاختصاصات الثلاثه نتاع ليزاب، وثلاثه 3 بروفيسيونيل كيف في الاختصاصات الثلاثه نتاع ليزاب. كان هذا معناتها الجوري، معرفش بالعربي شنو هذا الجوري نتاع المسابقه. وعملوا لي كانديدا ان بيتش دو 3 مينوت، حبيناها مسابقه فيها في 3 دقائق يقنع ويحاول يعطينا الجانب الجديد معناتها في مشروعه. وثلاثه فازوا بالجوائز الاولى، كان عندنا جوائز اولى الثلاثه الاولانيين، واعطينا جوائز للطالب لونكادرون اكاديميك ولونكادرون بروفيسيونيل. اعتراف الجميل هم في تاثير الطالب معناتها، فما طالب اكاديمي والمؤثر المهني. حضره العميد، اكيد ماذا بينا احنا وكنا نحكي معك في اسكندر، بالحق الحاجه المهمه جدا هي انه الجامعات
تخرج ما يطلبه السوق. علاش قلت قبيك المختصين في ألعاب الفيديو جيمينج ولا الفيديو جيم والاختصاصات اللي أكثر. مطلوبة لأنه للأسف توا احنا نقولوا احنا في عصر الإعلامية وكي ترقى تسمع مثلا تمشي المهرجان ولا تمشي حاجة وترقى ثاني يصحبك سائق وهو يقول لك انا راني متخرج الجامعة وخرج الإعلامية وانت في زمن الإعلامية وانت ما لقيتش وظيفة يقول لك ليه اشتغلت في فترة ومن بعد خرجوني وكل من للأسف وماهوش ألاف معناها يبدو لي أنه لازم أكثر دراسة لسوق الشغل أكيد. شو تعليقك على الأجواء هذه؟ أنا سعى المشاريع هذه نباركها لكن اللي يهمني فيها بعد لونكادرمو هو لكمبانيومو المرافقة بعد نحب الناس هذو ما نشوفهم عامين ومش نلقاهم معني ذاك السؤال اللي يهمني أنا في أي ميدان مش نحكي كان في الميدان هذا معني تو التكريم والنهاية وسوق الشغل وكذا متفاهمين فيها والتأطير خارق العادة بعد وقت اللي بشو دخل سوق الشغل من البطارة وين بش يكون مكانه معني هذا كل يهمني بالضبط هو اللي هي مهمة الدولة مش مهمة هو بطن جاوبين ميسيرش بالنسبة لمدام إيمان هي قال ديجا فما تخواز انكوباتور اللي هما باش يعملوا لكمبانيومون يعني للطلبة هذم للثلاثة المتميزين يعني باش يصير هي ما كثا متميزين من تقريبا 20 من خمس بلاد بطالة هذا لوتون حتى اليوم والوزارات وكل احنا مذابين علاش توا احنا زاد كنا مع توا معنا هالتظاهر هذه متاع القرية المشاريع الناشئة خاطر نحبوا نحفزوا الشباب على الاستثمار على بعض مشاريع جديدة حتى كان هما وحدهم بزوز وثلاثة وكل لكن باش فما دورة اقتصادية جديدة ونفس اقتصادي جديد هو جوست باش بالنسبه للستارت اب فيلاج نسلم على سي إيهاب البيجي نحن ديجا بارتنير معاهم وان شاء الله تنطل عليه بعد شويه سي لوكازيون باش نلتحق خاطر مستدعيني مع كما قالت هي كلمه البدايه معناها انطلاق افتتاح الحفل وبالنسبه لينا في المؤسسه عندنا سنتر كاتسي اللي هو متاع الكفاءات الشهيد هو أذايا معناه عنا ديجا انفون دي بنك مونديال باش نحلوه مش نحلو ان انكوباتور انترن داخل المؤسسة في ولي يعمل حاضنة لهذه المؤسسة بالضبط للطلبة متاعنا للطلبة متاعنا معناه هذايا سي تري امبورطون معناه اللي عنده مشروع من الطلبة ويستحق الجامعة في حد ذاتها تفتح له أفاق والجامعة إذا كان هي معناها تبادر بأنها تتواصل مع جهات معينة أكيد الجامعة عندها مصداقية وكل الناس تكون عندها أذن صاغية للجامعة بالضبط هذه حاجة معناها نحن نأكدوها ونحن جيراننا سنتر ريجيونال لابي كيف كيف معناها تو مومون الطلبه والجار وسع عليه النبيت بالضبط معناها سي تري تفضل مدام انا اولا نسعى نحييكم ونحيي الطلبه والاجيال اللي خرجوا من الليزام معناها احنا عندنا حسن الجوار بين معهد الصحافه وليزام لكل هذه ما ننساوش اللي قبل ما توجد ليزام كنا كل ما هو سمعي بصري حتى للسينما من المخرج للتكنيسيان غيره ما عندناش يتكونوا في تونس إلا في سيغلوتا هكا جاوب للتلفزة فما بعثات للخارج إلى آخره فأحنا نثمنوا أنه ولا عندنا معهد متونس وبخاصة كفاءات تونسية ولكن انطلق من معهد صحافة اللي هو جاركم وأحنا جيران وعندنا أساتذة معهد صحافة يدرسوا عندكم باش نقول لكم نسألكم على الليشيكي ولا المجال اللي انتوما رابطين به مع الجامعات الأخرى أنا نعرف اللي معهد صحافة من اللي توجدنا أنا خريجة 84 معناها قديمة ولكن نعرف ديما عنده شراكات مع الجامعات الأخرى الألمانية معاهد الصحافة إما فرنسا بلجيكا يوغوسلافيا ألمانيا. المغرب ألمانيا الكل وانتم اليوم شنية الجامعات وما بالعهد من قدم أنا نعرف مع الصحافة والسيدة المديرة الموجودة الآن معناتها ربي معها معناها في مجهوداتها زادة عملت اتفاقية مؤخرا وكنت أنا موجودة في مع إجباء هذه الانستيتو دو جورناليزم في بوردو اللي هي إيكول دو رينومي في الليبسي انتم شنو المجالات خاصة أنه ما يشبه لزام نلقاوه برشا في رومانيا
نلقاوه برشا في بلجيكا. شنو هي علاقاتكم؟ شنو الاتفاقيات اللي عملتوهم باش للوليدات هذوكم اما يكملوا اما يعملوا دي ستاج معناها بيان سيبلي اتسيتيرا؟ يعطيك الصحة على السؤال. نحن معهد الصحافة تربطنا بها علاقة متميزة. داير مديرة مدام حميدة البور كانت معنا امبارح معناها في الايفينمون فرحت ونحيي بقية الزملاء كل سي لوكازيون دايوغ. نرجع هذا تواصل كبير تواصل كبير ما بين الناس حتى قرب جغرافي قرب جغرافي واختصاصات حتى في المحتوى حتى المونتاج هو فيه قراءة صحفية بالضبط احنا عندنا استوديو التصوير كيف كيف زاد فيه قراءة صحفية ومقاربة بالضبط بالضبط. نحن الشراكة بالنسبة للاتفاقيات اللي عندنا يعني برينسيبالمون الديبارتمون دو فيزيل يخدم مع بلجيكا الانساس بلجيك دونك معناها عندنا حوالي لا لا كلامك صحيح. دونك عندنا دي زاتولي الفورماسيون تاعنا بلوتو معناها ابليكاتيف معناها ديما يعتمدوا على دي زاتولي يجيونا اساتذه زائرين من بلجيكا خصيصا وفرنسا زاد اوسي دونك يجيو كبروف انفيتي يعملوا لي زاتولي نتاعهم والى يومنا هذا فما اتفاقيه اترافير لي زيراسموس لي بروجي دونك يجيو خمسه سته اساتذه في العام للفورماسيون نتاعنا في الاوديو فيزيوال بالنسبه لبلجيكا وفرنسا هذايا في حد ذاته فما يعني دوك فورماسيون فتح افاق نتاع دورات تدريبيه نتاع تكوين مستمر نتاع راسكلا نتاع مهم جدا بالضبط. لانه احنا نعرفوا في المونتاج مثلا ماتريال تشريه اليوم غدا ما عادش هو هذا اشكال جوازات الاحداث خلي اذا كان اذا كان شريته بعد عشاء قبل شريته قديم وتقعد تخدم به 10 سنين بالضبط بالضبط. هو الاشكال بتاع الماتريال راهو سي فريمون معضله كبيره. نحن باغ اكزومبل من 2013 من 2013 ما عندناش ماتريال معناها فريمون على اوتور ريسامون وصلونا احنا مش نقولوا حتى شيء بدون تعليق مي كومي باش تطلب معناها دي زاتولي وفريمون حتى كي يجيونا دي زترونجي من برا سي امبورتون توفر لهم معناها لو مينيموم. ساعات نلتزموا معناها نلتزموا باش ناخذوا ماتريال من الاساتذه ولا من الطلبه نتاعنا باش يدرسوا معناها كوريكتومون. الى اي مدى هذه التقنيات الجديده ولي زابليكاسيون التطبيقات اللي قاعده نجموا ننزلوها من الانترنت اللي قاعده لانه توا ولات فما مهرجانات خاصه بافلام الهاتف الجوال وفما معنا قنوات تخدم احيانا توا بالمونتاج نتاع مع ودورات تدريبيه حول المونتاج بالهاتف الجوال واحنا كنا عملناهم هذوما معناها هذوما. انا سورتو نحكي على لي فون زاد انت ذكرت البنك العالمي وهو شريك نعرف في برشا مجالات. اسكو عندكم سنة مثلا تنجموا تبشروا الطلبة 2022-2023 عندكم حاجة جديدة فيغ لا ديجيتاليزاسيون اوت جام؟ اكزاكتومون. نحن في كمؤسسة عندنا أربع مشاريع ديجا عندنا فوم البنك مونديال مشاريع الجودة في معناها في أخبار جميلة أخبار جميلة قاعدين نخدموا لأرواحنا دون لو سونس اللي جاينا ماتريال من الأوديو فيزيوال aussi le département جديد جاي ماتريال للجيمينغ aussi معناها فما كمان معناها حاجات جديده نبشر الطلبه بهم فما مجهود معناها قايمين به نحب معناها هذا كل معناها في اطار معناها المنافسه بين المؤسسات ان شاء الله معناها يخدموا كما نحن نسعى منافسه شريفه هما ديفون كومبيتيتيف. بالنسبه للطلبه اللي باش يترشحوا باش يجيكم توا فما ونختم بهذا السؤال بالضبط فما خاطر الطلبه توا يسمعوا يقولوا انتم حكيتوا ماذا بينا نعرفوا شنو ما لي كريتير عندكم شي عدد ليميت عندكم شي بالطبع نحن هو فما قلت لك تروا ليسونس اللي باش يجيو معناها لي نوفو باشولي اللي ناجحين في البكالوريا معناها اللي مغرومين بالصوره اللي مغرومين بالمونتاج اللي مغرومين بالصوت بالنسبه للقسم اللي مغرومين بالمشهد السمعي البصري بالضبط هذو حتما ستمرون باللزام بالضبط. تفضل مدام ايمان ونختموا تفضل. توضيح صغير راهو عندنا السمع البصري اي وعندنا الملتي ميديا اي اما عندنا قسم اعلاميه راهو كبير يكون معناتها اجازه وتكوين هندسي ودي ماستر دو ريشيرش
معناتها قسم اعلاميه كبير راهو زاد ماشي وقاعد يكبر توا ومع البشريع الجوده معناتها لي فون كومبيتيتيف هذوما اللي عندنا في ليزا فما زاد مشروع نتاع اكريديتاسيون دو سيكل انجينيور اللي هو مشروع كبير سيكل انجينيور عندكم ولا يبدا عندنا سيكل انجينيور اون انفورماتيك اي قاعدين نحضروا له في الاكريديتاسيون نتاعو معرفش الكلمه وهذه معناها فريمون باش يكون مطابق للمواصفات الاوروبيه والعربيه On aura l'accréditation que Moussa Oumoumia. Vraiment, c'est le top. تعرف الحاجة اللي فرحني كي يجوا بحذايا البلاتو هكا رؤساء جامعات ولا مشرفين وأساتذة في الجامعات ويحكيوا على محاولات التموقع يعني والالتحاق بركب التصنيف العالمي والاعتماد خاصة والاعتراف بالفعل ونفس الشيء صار مرة أخرى مع رئيس جامعة تونس وكل نحس إنه فما اجتهادات وإنه الجامعة ما عادش تكتفي زاد كذلك بمجردك اللي درستك قريتك وبرأ مش على روح أنا باش نرافقك باش نحيط بيك وباش نحلك أفاق وهذا هو الدور الجديد الذي أصبحت تلعب الجامعات والمعاهد خلينا نقول المعهد العالي معهد التدريس العالي جزيل الشكر لك سي اسكندر بالحاج تحية ظريفة بركة للزملاء للي عاونوا في الايفينمون نتاعنا نتاع الـ 20 انيفرسير وزاد شركائنا واللي شركائنا زاد لي سبونسور اللي فريمون بلاش بيهم راهو ما عملناش معناها ان ايفينمون معناها دون ديمونسيون باغي كيف كيف نشكر المديرين السابقين اللي كلهم كانوا موجودين استدعيتهم ونحن نخدموا ديما دون لا كونتينيتي والحمد لله معناها سيتي فريمون اغريابل يعطيهم الصحه الكل ويعطيكم الصحه انتم لا تونا يعطيكم الصحه انتم شكرا لكم ونعود البيت فرحانه مسرور ديما لقاو عميد ولا مدير تحيه لسي اهاب البيجي وقريب زاد المشاريع الناشئه حبيت قبل من شكرا على حضورك معنا سيدتي الكريمه مدام ايمان بن صالح مسؤوله على تنظيم هذه العشرينيه خلينا نقولوا العيد العشرين لزام المعهد العالي للفنون الملتي ميديا وكذلك سي اسكندر بالحاج حضرتك مدير هذا المعهد قبل ما نمر الى الساعه الثانيه والى موضوعنا في الساعه الثانيه اللي هو الافصاح عن فحوى الدستور اليوم موعد 30 جوان المنتظر المرتقب حبيت نحيي الحقيقه العاملين بالقبضات المالية نعرفوا فما العفو الجبائي لكن فما إقبال كبير من المواطنين وفما اكتظاظ كبير وفما ضغط كبير وفما تشنجات ما فيها باس كان يتم التمديد بأجل يوم أو يومين الناس الكل تمشي وتقوم بواجبها الجبائي وهكا الناس الكل تخدم براحة المواطن يقوم بواجبه ويخلص على روحه كيف كيف الموظفين زادة يخدموا في ظروف كلها أريحية إن شاء الله النداء متاعنا يوصل نمر إذن إلى موضوعنا الثاني الدستور وخلينا نمر إلى الدستور إعلان الدستور الجديد التقرير زميلنا نزار الزغدودي نمر للندوة الصحفية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإمضاء زهرة فضلي